نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت في دين الإسلام وأبواي لم يزالا كافرين، وأريد أن أعرف ما مقدار الحب الطبيعي الذي يكون في قلبي لهما ولا يتعارض مع البغض في الله لهما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يكون في قلبك حب لهما، لكن لا يمنع هذا أن تبر بهما وتحسن إليهما وأن تدعوهما إلى الإسلام. لا، هذا واجب عليك، وهما كافران واجب عليك البر بهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الإسلام، هذا واجب عليك، أما المحبة لا. نعم.